فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعرش والكرسي؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. توسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا تتوسل إليه بمخلوقاته. نعم.